مرحبا بك سي لطفي في الفريقي بانكو. مرحبا بك في الفريقي بوان الدنيا كل. كيفاش شفت ندوة صحفية نتاع اليوم؟ شفتش ندوة صحفية، أنا شفت هذا معناها لما أون برانسيب كانوا يعملوا للجمهور نتاعو باش يأثروه، معناها بصراحة عطاونا معناها اجتماع يتفاهموا أون برانسيب المسؤولين، اللي يقولوا زمرلي ما يقولوش السبعي، اللي يقولوا السبعي ما يقولوش عماد، ماله خاطر قادوا اللي يقولوا فيه عاودوا فيه، اللي يقولوا فيه عاودوا فيه. أنا ما بكذبش عليك ما خرجت بحد شيء، حتى شيء ما خرجت به. أون برانسيب ندوة صحفية تجيب صحفيين يلقى ما يكتب يلقى ما يخرج، أعطيني شنو اللي زادوه على الندوة الصحفية السابقة، ثم حتى شيء. أون برانسيب يعرفوا شو باش يقولوا، يحضروا كلامهم، مش أنا باش نوريهم شو باش يقولوا. أنا واحد من الناس قلقت خرجت، باش نكون صادق معك، نتصور أسوأ ندوة صحفية عملتها الأفريقي. ما رجعتش على بقية الندوات اللي عملوها جمعية الأفريقي؟ ليت أنت مو ثم ديزارجيومون، ثم أمور، إيه عادي لقطات، شنو المشكل؟ عادي لقطات قبلت، عاود عادي لقطات جدد، تسكت بهم فهم الكل. السيد قال لا جبدوا على جنيح الصغير اللي قال الكلام وسب الكلوب واستقصي زقزق العصافير وكل اللغه المضروبه ولاق حد في بلاصته، لا جبدوا على زيت المسان. يا اخي انت تجي تسبني في برنامج يتفرجوا فيه 8 ملايين، ما نقولش انا 12 مليون، قولوا 8 7 ملايين في استاد التونسيه، يسبنا معناها زيت المساني، وفي الاخر بالكل لو زيت المساني ما تعتذر في شو اسمه في بيرو مسكر ولا في في اونتان سمعوها 14 واحد، تعتذر لي في بيان تخرجوا وتخرجوا لاسبيرونس. هو يعني عيب علي انا صاحبي زيت المساني ما حقوش قال لك لما ذاك، لكن ثم فرق بين تقولوا في اذاعه وبين تقولوا في تلفزه، ثم فرق كبير ياسر، ثم العين ترى ثم الوذن تسمع، والاذاعات نعرف احنا 7800 اذاعه في تونس، كان كل واحد كل تونسي قريب يحل اذاعته. هذه الغلطه اللي صارت ما حقاش تصير بصراحه. بالنسبه لمباراه جرجيس كثر الكلام، الناس كل اربيتر كذا وماتش مبيع والكل، يعني تشوف انت انه الريزلتات الوحيده اللي ترضي جمعيه الكل هي تربح جرجيس؟ شوف شوالي فما نزاهه في البطوله الافريقي مصيرها بيدها، وقت اللي لعبوا ماتش رجال مع الاسبيرانس ما جبت حتى ركنيه الاسبيرانس وما وصلوا لناش، واضح العمليه. وقت تجي انت باش تلعب ماتش مع جرجيس وفيدك مصيرك بيدك تربح لي 3 بوان تهز تيتر، ثماش علاش تستنى حتى حد انت باش يعاونك. لكن انا كي نجي نسمع رئيس جمعيه جرجيس يصعب فيها على روحه وعلى الكلوب ويقول يقول اعطيوني ميسي تنربح الكلوب، انا كلام مردود عليه عيب عليه، فهمت؟ ويزيد طالب حكم اجنبي ويزيد يبيعوا في التذكره ب 30,000 وبداوا يبيعوا فيها من لوفا، معناها 15 يوم قبل الريال وبرشلونه ما يبيعوش قبل 15 يوم، معناها شيء من وراء العقل، شيء من وراء العقل. هذه المسؤولين بصراحه اكثر في المستويات فهمني تاع جمعيات اون برانسيب تتاثروا كذا. قال يا خويا اللي يربح صحه لي، جينا الافريقي ضيف كان تسال بطوله وحنا باش نلعبوا دون لو ريغل دو لا، معناها نحترموا الميثاق الرياضي، تزيد حتى كلمه اخرى. اما تجي يلزمك ميسي ويلزمك درا شنو تسكر ب 30,000 قبل 15 يوم تبيع وتصعب فيها عليك وعلى جمعيات الاخرى. جرجيس اكثر من الكلوب لا لا بريسيون على الكلوب يكذب عليك، كيف فارغ جرجيس؟ جرجيس داخله في الربح خارجه في الخساره. جرجيس كان ربحت هكا وقفت الكلوب الله لا يقدر، ولا تعادلت كان خسرت او كان بتبيعتها او كتطلب ميسي قال لك اعطوني ميسي نربح الكلوب. هذا كلام، هذا هذا حديث قول فيه رئيس جمعيه طيب علي يعطيك صحه تحيا الكلوب بالضبط.